أمل يتجدد في قلوبهم مع كل فجر جديد. أنا يا فاتن كان عندي بنوتة حلوة بتشبهك، معقول اللي عنده بنت حلوة مثلك يكون بشرة وبيخوف؟ في مشوار البحث عن الحرية. اليوم الفرصة جايتنا، بكرة بجوز ما تجي، لازم نستغلها لآخر لحظة. مثل الحلم ماني مصدق عيوني. الحمد لله على سلامتك. أمل ابتداء من الاثنين الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن.